نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مختار أحمد مصطفى شعلان من جمهورية مصر العربية. عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ما حكم صلاة الرجل ورأسه عالية؟ وهل للصلاة ثياب مخصصة بالنسبة للرجال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الواجب في الصلاة ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة. هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وما زاد عن ذلك من اللباس فإنه من الجمال ومن كمال الهيئة ويستحب في الصلاة. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والزينة أمر زائد على ستر العورة، ومن ذلك تغطية الرأس بالنسبة للرجل بأن يضع على رأسه لباسا يجمله مما جرت به العادة في كل مجتمع بحسبه. هذا من المستحب، ولو صلى وهو مكشوف الرأس صلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يكون على أحسن هيئة وأجمل هيئة، لأنه في عبادة وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.